الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: والله يا رسول الله ما نعبده، يعني ما نعبده. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. فتلك عبادتهم. ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس يكونوا عبادا من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تتلون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيا شباب الإسلام، سفينة النجاة إلى الله وإلى رسول الله، فسروا إلى الله. وهناك كلام يقول العلماء يمكن أن نسميها قاعدة، وهو: الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. الرجال يعرفون بالحق، يعني ما نقول إنهم، يعني أنهم على حق إلا إذا وجدنا الحق يؤيدهم ونصوص القرآن والسنة تؤيدهم. يعني تجعل من رجل هو قناتك الوحيدة، وتجعله ميزانا ومقياسا للحق. فما يقول هو الباطل ما يرفعه. الرجال بالحق. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع المخرج قبل الخلافات ويكثر بينهم النزاعات ويظل